الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى أن فيه دليلا على استحباب تلبيد الشعر عند الإحرام، فيستحب للمحرم قبل أن يعقد إحرامه أن يلبد شعره. فإن قلت وما التلبيد؟ فأقول هو أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنع من انتفاشه وانتشاره، كالصبر مثلا أو نوع من أنواع الصمغ، أو أن يلبده بالعسل، أو أن يلبده بغير ذلك من المواد الحديثة في هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأن شعره كان طويلا، فكان من قفاه يضرب إلى كتفيه، ومن جوانبه يضرب إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه كان قارنا، وأنتم تعرفون أن القارن لا يستطيع أن يتحلل من إحرامه إذا طاف أو سعى حتى يحل في اليوم العاشر، ففترة الإحرام تطول. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلبيد حتى يعينه على تثبيت شعره وتسكينه.